ناخذ البصله غادي نحمرها شويه وغندير معاها الشامبينيون فوق منهم شويه ديال لا موتارد ولا كريم فريش تفوري في الكسكاس هو المهم في الكسكاس يلا انا جبت لك البرمه والكسكاس على يد نحطهم لك فوق البوطه يا بالوليده قولي لاله بديعه انت مولفه في الدار تتصوبي الاكلات على غفله عندي وليداتي كيجيو عندي بعض المرات على غفله كيبغيو شي حاجه اللي واجده دغيا كنصوب لهم اما لي غراتان اما تندير لهم لي كريب عامرين بالفروماج ولا شي تروتيه تتلقاي الحل تنصيب الحل ما كاينش ما تقوليش لهم لا راه ما كاين والو كاين الحل كاين الحل الحمد لله كلشي كاين كلشي ولينا دابا كنعرفوا الحمد لله اللهم لك الحمد لاله بديعه عندك مع جاد واحد القصه زوينه وما كراش نسمع من عندك جاد ضاع له الاب ديالو وماما تزوجات شي واحد مشات لفاس كنت في فاس وبقى هو ما بغاش يمشي في رقم الدراسه ديالو بقى معايا في الدار نيت بقى مونسني لان انا راجلي عاد توفات هو ثلاث سنين باش توفى اربع سنين معمر عليك جاد الدار معمر عليا الدار كتظني غادي يعرف الكراتان ديالك الى داقه هو تنظن ياك واش دابا تعرفي شنو غادي نزيد لك ايوا قول لي نسمع ما كاين مشكل اها فاش تكوني كتفوري الخضره ديالك غادي نزيد لك شويه ديال القهوه في الماء ديال التفوار باش البروكولي يبقى فايق معانا ما ماشي مشكل ما غاديش يبدل بزاف واه يبدل شي واحد نسمع غير في البخار لا ما غاديش يبدل المذاق لا هاي القهوة ايوا سيدي ندير سيدي في الماء شوف شنو غادي شي شحال جبت القهوة والكوزة وي الخضرة غتنعس ولا غتفيق وي مي دار حبوب ما تلقش ما تلقش القهوة حبوب مزيانة شي عمرنا راه كيغلي شي عمرنا ما درناه ولاني ما عرفنا كي غادي يجي على حسابي ما قال الأكلات اللي صوت مع الأمهات طلعوا بنان يا لا فلا محروقين وبالنسبه لي شامبينيون خصهم طياب وقيلا تبدا دابا في طياب غادي نغسلهم غادي نغسلهم ونقطعهم ونشحرهم في غادي تشحروا مع البصله نعم اسيدي واش يقدروا ياخذوا لك الوقت كديري لا موتارد مع البصله في التشحار شويه هذه الطريقه ديالك لاله بديعه ياك وكاين انا بالي ضابط امورك ايوا غادي ندير الزبده ساعه الزبده ما جبتهاش ولكن غادي نعاودها بالفرماج نسيتها غادي نعاودها بالفرماج وبلا كريم فريش صافي غتغلي الحليب شنو كيقولوا قلت لي واحد المثله بحال الحليب على النار بحال الحليب على النار دغيا تيفيض دغيا تيفيض الشامبينيون غادي نديهم نجيبهم حتى هما مع ديك البصله لا كريم فريش ما نسيتيهاش غادي نزيدها في التالي مع هذيك لا توجد لي لا كريم هذه وندي معها بغيت نعاونك في شي حاجه ولكن ما خليتي ليا ما نقول تبارك الله عليك مقابله البصيله ديالك مقابله الخضيره مقابله الحليب بغيتي نجيب لك شي حاجه بغيتي نعاونك في شي حاجه قولي لي اوكي كاني دابا كنصاوب مسائل الكوزه حتى الاخر انا غادي ندير الكوزه وخلي هي الحاجه الوحيده اللي كتطول في الكوزينه ملي تحكم منها شويه تصبر شويه صافي غير شويه صافي